أعزائي المشاهدين، يسعد مساكم. نلتقي معكم اليوم بحلقة جديدة من برنامج صوت الشعب، ومع نهاية العام بنحكي لكم كل عام وأنتم بألف خير، ونتمنى دائما الصحة والسلامة لكل فرد وكل مواطن على تراب هذا الوطن، مملكتنا الأردنية الهاشمية. والحديث أكيد دائما عن عام 2018 يبدأ بما يتعلق بالقضايا الوطنية ويتعلق بما يدور في خاطر المواطن الأردني من مواضيع مختلفة بتهم كل مواطن أردني على تراب وطننا ومملكتنا الأردنية الهاشمية. أمور كثيرة راح نحكي فيها اليوم، وأخبار وتعليقات واستطلاعات، كل هذه الأمور راح نحكي فيها إن شاء الله في برنامجنا صوت الشعب مع نهاية هذا العام، لكن بعد الفاصل. صوت الشعب، 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 صوت الشعب. رجعنا أعزائي المشاهدين بعد هذا الفاصل، ونبدأ معكم حلقتنا اليوم من برنامج صوت الشعب. وكما تحدثت في بداية الحلقة عن ما يتعلق ب 2018 من قضايا وهموم وشكاوى وأمور ساخنة كانت على تراب وطننا من أحداث كثيرة، هذه الأحداث أثرت سلبا على الجو العام اللي احنا عايشين فيه في الأردن، ما يتعلق بالخلايا الإرهابية اللي أثرت على بعض المحافظات. بجزء احنا السنة اللي قبلها كنا نتحدث عن احداث الكرك، اليوم نتحدث عن احداث السلط، وبما يتعلق بالقوانين من قانون الضريبة والحديث عن قانون الجرائم الالكترونية، وكل هذه الامور كانت تؤثر سلبا، تعمل حالة من التوتر عند المواطن الاردني اللي انشغل في امور كثيرة واعطاها انتباه كامل، وهذا الشيء اثر حتى على الحالة الاجتماعية اللي بنعيشها احنا اليوم في الاردن. والشيء اللي بتمناه لعام 2019 انه يكون تكون الحياة ويكون الوضع مختلف اختلاف كلي عن الشيء اللي احنا شهدناه في عام 2018، هذا الشيء اللي بنبحث عنه، الشيء اللي متمنى. لكن القراءات اللي احنا شايفينها الان على الساحة الوطنية وعملية البطء او بطء الاصلاح اللي احنا شايفينه اليوم كمان من قبل الجهات المعنية والمسؤولين، شيء ما ببشرنا بعام 2019 بما يتناسب مع طموح الأردنيين. وإحنا بنعرف أنه العجز كان بعام 2018 450 مليون، إحنا اليوم نتحدث عن عجز 650 مليون. هذا الشيء كمان بيعطينا مؤشر يعني بخوف شوي، لكن نتفائل بعام 2019 مع الإجراءات الأخيرة اللي بنشوفها، العلاقات العراقية التركية السورية، فتح الأبواب إلى سوريا، نتمنى أنها ترجع الأمور يعني تنتعش أكثر وأكثر، ونبحث عن مصلحة المواطن. الأخبار اليوم بدي أقرأها تعطي قراءة معينة ومؤشر لعام 2019، إن كانت الحكومة جادة بالإصلاح أو غير جادة بالإصلاح، إذا كانت الحكومة قادرة على الإصلاح أو غير قادرة على الإصلاح، كل هذه الأمور يعني اليوم في قراءتنا رح ننوه ونسلط الضوء عليها بشكل مباشر. كالمعتاد معنا مجموعة من الأخبار، وبنفس الوقت في معنا استطلاع للرأي، ومعنا رصد لجلسات مجلس النواب. امبارح أخذنا رصد بما يتعلق بحديث النواب ورسالتهم بما يتعلق بالموازنة لمجلس الوزراء، واليوم كمان كان في جلسة واخذنا ورصدنا بعض الأقوال وبعض الحديث اللي كان من قبل مجموعة من النواب للحكومة. كل هذه الأمور راح تكون في حلقتنا اليوم من برنامج صوت الشعب، ونبدأ كالمعتاد مع الأخبار. وأول الأخبار معنا لليوم، أنا حكيت قبل شوي قراءات لعام 2019، وعام 2019 فعليا راح يبلش اليوم بعد الساعة 12، يعني الأمور راح تبلش أو بلشت من قبل الحكومة ومن قبل المسؤولين في بلدنا. زواتي
ثبتنا الكاز إحساسا بالأردنيين. قالت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية إن قرار تثبيت الكاز خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2019 جاء إحساسا بالأردنيين. وقالت عبر حسابها على تويتر: الهدف من القرار هو الإحساس بإخواننا اللي الكاز مهم جدا لهم بالشتاء، والقرار بحميهم من أي ارتفاعات مستقبلية خلال الشتاء. وأضافت: وإن انخفض السعر في الأشهر الأربعة القادمة ستنخفض أو سنخفض السعر، ولكن إن ارتفع السعر عالميا فلن نرفعه محليا. يعني وبجزء في شغلة ثانية كمان الشباب مش كاتبينها، هي كانت تنويه بتحكي إخواننا الأردنيين، فإحنا شاكرين لوزرائنا الفضائيين اللي بيبعثوننا مثل هذه الرسائل. إحنا متنقاهم من برا البلد عشان ثقافتهم وعلمهم أكبر من علمنا إحنا كمواطنين أردنيين مسخمين أولاد حراثين. ما علينا من صيغة المخاطبة. اليوم المؤشر الأول لعام 2019، خلينا نحكي بما يتعلق بالمحروقات. إحساسا بالأردنيين، إحساسا فينا، تم تثبيت سعر الكاز. لما نرجع للحلقات السابقة أو القراءات اللي كانت في الأخبار، وأنتوا بتقرأوا الأخبار وبتشوفوا الأخبار وبتتابعوا بالتفاصيل التفاصيل بما يتعلق الشيء اللي بيمسنا إحنا كمواطنين، وأكثر شيء بيمسنا كمواطنين هي موضوع المحروقات. تحدثت الحكومة إنه والله أسعارها العالمية اللي بتنخفض، إحنا اليوم بسبب الإملاءات وبسبب الضغوط وبسبب القروض اللي بالمليارات ما بنقدر ننزل من أسعارها بما يتناسب مع الأسعار العالمية، فحطينا عليكم كأردنيين 154% ضريبة. المواطن الأردني يتماشى مع هذا الموضوع، بتماشى معاه من 4-5 سنوات ومن قبل حكومتين. اليوم إحساسا بالأردنيين ثبتوا سعر الكاز، وكأنه تثبيت سعر الكاز مؤشر رائع إنه والله إحنا ثبتنا سعر الكاز وحسننا من الجو العام. وما بيعرف الوزير أو الوزيرة أو المسؤول أو الحكومة أو أي شخص مسؤول على تراب هذا الوطن إنه الأردن اليوم قاعد بيعبي الكاز بجناني. اليوم بعبيها بعبوات، العبوة يعني لتر ولتر ونص الأردني. فثبتنا إلك يا أردني إنك تظلك دائما تأخذ الكاز لتر ولتر ونص اللي ما بيكفيه نص يوم بصوبات الكاس. احنا لوين وصلنا اليوم؟ والشيء اللي بتحدث عنه في عام 2019 هي قراءة واضحة. احساسا بالاردنيين ثبتنا عليكم الاسعار، علما انه سعر البرميل عالميا وصل ل 50 دولار. يعني على القراءات العالمية او الدول المجاورة، الاصل فينا انه اليوم احنا نرجع نشتري الكاز زي ما كنا نشتريه قبل 10 سنوات و 15 سنة لما كان الواحد بثلاث دنانير يعبي الجالونات الكبار. لكن برجع مرة أذكر مرة ثانية، إحساسا بالأردنيين ثبتنا، والرسالة واضحة للأردنيين من هول لأربع أشهر. طبعا السعر نازل عالميا من هول لأربع أشهر، إذا رفعوه لا والله ثبتنا لك هذا السعر اللي إحنا بنربح عليه 200%، الحكومة تربح عليه 200%. وإذا نزل السعر ممكن ننزل، ممكن ننزل. طبعا نزل السعر، نزل السعر. لما فكروا نزلوا، راح افرجيكم بعد شوي قديش نزلوا. السؤال اللي انا بدي أو يعني الشيء اللي بدي اوصله للناس اللي بتتابعني وللمسؤولين، انه اذا احنا المؤشرات اليوم صارت احساسنا بالاردنيين وتثبيتنا على الاسعار ونخلي مرابحنا بهذه المرابح، ويظل المواطن الأردني يشحد وإحنا ثبتنا عليك الشحدة، فهذا مؤشر باعتقادي لا في نهضة ولا في قفزة ولا في شيء راح يختلف بالنسبة للأردني في عام 2019 نهائيا، إذا كان بيفكروا إنه إحنا والله عاملين إشي كويس للأيام الجاي. فهذا أول مؤشر أو أول قراءة يعني ممكن نقرأها من بداية عام 2019 قبل ساعتين أو ثلاث، قبل ساعات. أسعار العالمية 50، إحنا قاعدين نربح عليه أو الحكومة بتربح، مش إحنا نربح، يا ريت نربح،
الحكومة بتربع عليه 154% أسعار غير الجهات الخاصة اللي بتبيعه مرات بأسعار تفضيلية وفي تلاعب في مي وبتبخر وعلى آخر من هاي الأمور. فهي أول قراءة في عام 2019، بس حبينا نوضح صورة حتى إحنا كمان ما نتفائل كثير في الأيام الجاية. وتفائلنا في السنوات السابقة، ومن 2010 رح نتفائل لما انبعت البلد كلياتها وحنا قاعدين نتفائل. الخبر اللي بعده، هذا الخبر كمان قراءة واضحة عن عام 2019 والقرارات الحكومية اللي بصراحة يعني مع ضعف الحال ومع الإرشاد ومع كل شيء نسمعه اليوم من الحكومة ومن الوزراء، 1000 دينار مكافأة شهرية لمدة سنة لمستشار وزير التنمية لشؤون تعزيز الإنتاجية ومحاربة الفقر. والله هذا إذا حطوها قدامه على المكتب فباعتقادي هاي بدنا احنا قارمة ب3000 ليرة اذا عملوه مع الترخيص الجديد. اظهر كتاب رسمي موافقة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اللي بيبحث دائما عن الترشيد والبحث عن التخفيضات على كتاب صادر من وزير التنمية او وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة اسحاقات على السير بالإجراءات اللازمة لشراء خدمات أحد الأشخاص وذلك ليعمل بوظيفة مستشار للوزيرة لشؤون تعزيز الإنتاجية ومحاربة الفقر، وهذا وفقا لهذا الكتاب الصادر المؤرخ بتاريخ اليوم 30/12/2018 اللي هو مبارح. فقد تم تحديد مكافأة للمستشار بمقدار 1000 دينار شهريا لمدة سنة اعتبارا من تاريخ 1/1/2019. قراءة جديدة بما يتعلق بالوضع الراهن اللي احنا عايشين فيه. مستشار في وزارة التنمية الاجتماعية لمحاربة الفقر وتعزيز الانتاجية. والله يعني اذا بده يحل مشكلة الفقر في البلد ويعزز الانتاجية عندنا في البلد كمستشار، احنا بصراحة ال 12000 اللي راح ياخذهن من 1/1/2019 ل 31/12/2019 لازم يتحاسب عليهم قرش قرش. احنا اليوم في مرحلة انه احنا ايش حاطين الوزير نفسه؟ مش الوزير لما يتوظف بيكون صاحب خبرة وصاحب اطلاع وصاحب كذا، مستشار له بألف دينار لويش؟ هل ميزانية الدولة اليوم اللي تتحدث فيها الحكومة أمام مجلس النواب والضعف و 650 مليون عجز تتناسب مع مستشار لتطوير الإنتاج ومحاربة الفقر؟ وين محاربة الفقر؟ وين محاربة الفقر؟ الشعب صار 90% منه تحت خط الفقر، 90% تحت خط الفقر، 74% من الموظفين رواتبهم ما بتزيد عن 450 دينار، ولو باخذ 3000 دينار ما بكف انه في الظروف والاسعار والعيش النار اللي احنا عايشين فيها. وبوافق دولة رئيس الوزراء وبتبعث الوزيرة لهذا الشخص اللي كنت بتمنى انه ناخذ اسمه اللي باخذ 1000 دينار حتى يستشيروه في كيفية التطوير الإنتاجي ومحاربة الفقر. والله الشغلة ما بدها مستشار ولا بدها تحديد ولا بدها فكر، الناس مش لاقي توكل لأنه في عندك حرامية في البلد. هذا أول، إذا تخذوني أنا مستشار ببلاش، خففوا الفساد، خذوا الضريبة من الناس التقال اللي عندنا في البلد، خففوا الناس اللي بتدخلوا في المشاريع الكبيرة في البلد، افتحوا المجال للمستثمرين، وارفعوا الرواتب حد الأدنى للأجور، وافتحوا مشاريع حقيقية على الأرض الواقع مش مشاريع وهمية، راح نخلص كل موضوع الفقر. وهي خطة إنتاجية، بس انتهينا. أو إذا بدكوا إياها أسهل وأسهل ممكن نحلها بأبسط الأمور، إنه كل واحد يشتغل بحق الله بس. هاي خففنا الفقر وحلينا مشكلة الإنتاج، الإنجازات الإنتاجية اللي إحنا نبحث عنها وندور عليها. إحنا اليوم نعيش مشكلة وفجوة كبيرة جداً
الحكومة مصرة أنها تزيد هاي الفجوة. كل يوم نسمع عن خبر واحد 1000 دينار واحد راتب التقاعد يوظفوه يوم عشان يعطوه راتب التقاعد وبيطلع بأخذ 4-5 آلاف. في عندك وزراء اليوم بأخذوا 6-7-8 رواتب، رواتبه بتلحق 50,000 و60,000. 450 مليون رواتب أصحاب المعالي وأصحاب الدولة. يا والله سحبنا الحراسات من عندهم، أي إحنا وفرنا. طب والحراسات اللي عندهم هم أمن عام، أنت لما تسحبهم ترجعهم على وحدتهم، يعني أنت خففت الرواتب تبعتهم؟ ما خففت. طب خليهم هذول الناس اللي أنت بتصرف عليهم، خلي هذول أصحاب الدولة والمعالي هم اللي يعطوهم رواتبهم من رواتبهم، أنت وفرت. فالموضوع لازم يكون عكسي، إنه خليه عنده وهو يدفع راتبه من راتبه من المبالغ اللي سفها من البلد. يا روح سحبناهم، طب هم موظفين اصلا، يعني واخذ راتب وما اخذ راتب، وخليته ولا قمته، شو اثرت انت؟ يعني شو التاثير العظيم اللي لما سحبت الحراسات من عندهم؟ ولا عشان في ناس صارت تطخ من هون، وصار ناس صارت تطخ من هون، ما صارت تحكي من هون، فصار في ردة فعل عكسيه، لا بسحب من عندهم الحراسات، بخوفهم شوي. مش منطقيه الشغله كلياتها يعني، ولا اقتنعنا فيها. هاي القراءات اللي بدي نحكي فيها احنا في عام 2019، يعني مع بداية عام 2019 بتشوف شغلات تناقض رهيب عند الحكومة، وكأنه يعني احنا بنحكي في جهة هم بيحكوا في جهة ثانية. الآن المواطن الأردني الله يعينه مهتم في العفو العام، هم بوخم مطمطوا فيه، بوخم بزدته وقادي، والمواطن بطل يفكر في الأمور الثانية، صار همه الأول العفو العام. والله في ناس بدون يفكر في العفو العام بده يقبع. إذا امبارح سعادة النائب ديما طهبوب تحكي في كل بيت فيه قتيبة، لا كل العالم صارت قتيبة، كلها بدها تهاجر. فرصة، اعطي اي مواطن اردني فرصة برا، صدق ما بقعد 5 دقائق. بشكرهم في البلد لكن كرهتونا في البلد. اعطينا الخبر اللي بعده. قراءات لعام 2019، توجه حكومي لفرض ضريبة على المركبات الكهربائية بنسبة 25%. يعني تعرف العالم معها مصاري ومستفيدة ومبسوطة وأمورها تمام، فبنفرض عليها كمان ضريبة ضريبة ضريبة. كشف مصدر حكومي عن نية، أنا هذا المصدر الحكومي بكيف عليه، هذا اللي ما ببلغ عن اسمه. كشف مصدر حكومي، كل الحكومة وعندهم ناطق إعلامي وفي واحد بكشف أسرارهم كلها. كشف مصدر حكومي عن نية الحكومة فرض ضريبة على المركبات الكهربائية بالكامل بنسبة تتراوح بين 20 إلى 25%. وأتوقع المصدر أن يصدر القرار مساء اليوم مع انتهاء اجتماع مجلس الوزراء ليبدأ تطبيقه مع بداية العام المقبل. يعني ال 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 ما بعرف زي النكتة هاي عاملينها، قال اليوم بعد الجلسة والعام المقبل، يعني 3 ساعات فرقية بيناتهم، تنتهي الجلسة على 8 8 9 10 11 12 بتطبق القانون. قال والله العام المقبل، يعني انه يعني راحت للسنة الجاي. اذا انت هسه معك شوية مصاري بتروح تتلحق من الساعة 9 معك للساعة 12، اللي معاه شوية مصاري وضاب انه يشتري سيارة كهرباء يلحق، لانه تطبيقه واحد واحد. طبعا انت بتشتريها اليوم بدك تنزل فيها بكرة بلفحك السعر. 2019 قفزة، في نهضة، في عجائب راح تشوفوها كمواطنين. مش بدكم عفو عام؟ والله غير نطلعوا على راسكم عامس زي ما بقولوها. هاي القراءات عام 2019. حقك تعرف، حقك تعرف كمواطن انه انت جايك عام رهيب، قول لك قفزة من احلى القفزات، نهضة رهيبة. اللي يعني اليوم موضوع سيارات الكهرباء زي سيارات الهايبريد زي سيارات العادية، وكل شيء عندنا نار. يعني المواطن الأردني لما تطلع على لبنان ولا تطلع على سوريا وتطلع، يخي بتشوف الأسعار عادية، أسعار عادية، أسعار تتناسب مع دخلك، تتناسب مع وضعك، بأكلك بشربك ببنزينك بكازك. يا عمي هم غير وإحنا غير، إحنا ما عنا عنا إمكانيات. حكينا هذاك اليوم بالفوسفات، وحكينا بالبوتاس، وحكينا بالإسمنت، وحكينا بالرمل الزجاجي، وحكينا بالملكية، وحكينا بالبترة، وحكينا بالعقبة، وحكينا بالبترول، وحكينا بالغاز، وحكينا بالصخر الزيت اللي في زيت، وعنا مليارات المليارات، مليارات عنا في البلد راحت من 2008 باعوها كلياتها بربع الثمن،
واليوم قاعدين الناس اللي عندنا بحققوا مرابح وبوكلوا بيشربوا عندنا وبيستفيدوا عندنا ومكيفين عندنا، وعندك ال يعني ابناء الجاليات الاخرى موجودين عندنا بيطلعوا عمله صعبه، مفتوحه البلد على الكل. وانا كمواطن اردني علي الضريبه وعلي السياره مدوبله وعلي جمرك وعلي 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 وعلى النفس بحاسبوني. قسما بالله انه البلد هاي ماشي ببركه ربنا. اللي بيسالني كيف ماشي، ماشي ببركه ربنا، والله العظيم رب العالمين هو اللي ممشيها. ارفع ضريبه على هاي وارفع ضريبه على هاي وارفع ضريبه على هاي وارفع ضريبه على هاي وحط على هاي اسعار، وبقول لك 165 سلعه طلعت الحويرني من ضمن السلع. حويرني اذا عندك حوض تراب في الدار، حوض تراب حطه على الشباك وظلك كل يوم سقي كاسة مي، تطلع حويرني لحالها، تطلع لحالها. قال من ضمن السلع اللي تم التخفيض الضريبه عليها، قسم يعني اشي بخليك تضحك. اذا انت جنب الدار في عندك ترابيه هيك لو مساحتها مترين لقط. قال والله خففنا عنها الضريبه، هاي قمنا عنها الضريبه. يلا يطول عماركم، الله يبسطكم يا رب. حبرنا حتى لما تلاقيه في السوق ما بتشتريها، من القرفانه على باب الدار. الزعتر قاموا عنه الضريبه كويس عشان ضل نغمس صح. يعني في شغلات الواحد بيستفزوه فيها بطريقة، ويا أخي بقعدوا في هالمجلس على هالكراسي وشامخين، كل واحد ناتع لي قرافته حاطة في نص اللوزة تبعته. يقول لك احنا نخدم الأمة، احنا جماعة خايفين على البلد، لا كثير خايفين على البلد. أعطيني الخبر اللي بعده. التنمية والعدل والأمن العام يوقعون اتفاقية سداد ديون الغارمات. وقعت وزارة التنمية الاجتماعية، ما هي طب هي توقعوا ما بدكم مستشارين، ليش تجيب مستشار بألف ليرة؟ مع وزارة العدل ومديرية الأمن العام اليوم الاثنين اتفاقية تعاون بشأن سداد ديون النساء الغارمات ضمن مبادرة هيئة الهلال الأحمر الإماراتية. طبعا الإمارات يعني مش من عندنا هاي السلف، هذول الثلاثة اللي فوق بس هيك يعني، لولا ما هذول بلشوا في الموضوع الإماراتيين واللي احنا من فوق الثلاثة اللي فوق كفك عليهم، لتسديد القروض والديون عن الغارمات الأردنيات والتي تجاوز مبلغهم الإجمالي 2 مليون درهم إماراتي بواقع 400 ألف دينار أردني. طبعا مش كل الغارمات، هم الجماعة أول إشي قالوا بدنا نطلع عدد، وبعدين شافوا المأساة اللي في الأردن بس أجوا زادوا المبلغ. رجال طلع عنها طبعا لازم يتدخلوا، والآن الشو والأمور هاي راح تطلع لهم، وإحنا بعدنا منطارد وراء العفو العام. وخذ إجراءات السعد، خذ إجراءات إنهم فكروا يستعجلوا هسه بيعملوا لجان وبيعملوا كذا، وكيف بدهم يقصقصوا من هان وكيف بدهم يقصقصوا من هان، وممكن في غارمات ظل عليهم أسبوع حبس بقول لك هاي وفرنا مبلغ خطل خليها أسبوع زمان، من مطمط من مطمط لشهر شهرين نص بيطلع ونص 90 يوم اي احنا نزلنا من المبلغ. ما بفكروا في هالبرد وهالجو اللي الله بيعلم فيه والاقتضاض اللي موجود بالسجون انه والله خلينا نستعجل. هسه خذ لك بجوز بعد اسبوعين ارجع اقرا نفس الخبر، بعد اللجان والعدل والتنميه وهذول بعدهم بيعملوا مشاورات وبيطلعوا سجلات، وروحنا الساعه 3 نرجع بكره، روحنا الساعه 3 اليوم كريسماس، بكره راس السنه، بعديه في عيد شجرة، في عيد أم، في عيد كذا، عطل عطل راحت، الجهاز معطل، الجهاز خربان، الجهاز كذا، ما في إشي. حرارة ما بتشوف غير في التلفون، ولما يطفي بتطفي معه. أعطي الخبر اللي بعده. الحكومة تقرر، شوف هالقرار، تخفيض أسعار المحروقات، تخفيض رهيب. وبعدين بحطوا لنا اياه في الفلسات عشان يبين ارقام كبيره. تخفيض اسعار البنزين اوكتان 90 الى 600، مش 95 كمان، في بلاد اللي حوالينا صار عنده 98، احنا بعدنا اوكتان 90 الى 695. طبعا قبل ما اكمل الخبر، نص السيارات اللي في البلد ما بتاخذ 90، كله ما شاء الله حديث، يعني هذول جماعه الاوبر وكريم كلهم حديث 95 وطالع، حتى هاي فكروا فيها كيف يلعبوا فيها. فخلينا على 90، 695 فلس للتر الواحد بدلا من 750. اوكتان 95 905
ل 965، كويس انهم شملوه. والكاز بالسولار من 605 الى 560. طيب كلها على بعضها 15 قرش، يعني اذا اخذت لتر كاز واخذت لتر بنزين 95 واخذت لتر بنزين 90، ثلث التور هذولا زاحوا منها 15 قرش بس. لما يرفعوا برفعوا بالعلالي، لما تضربها بالسعر العالمي يعني نعملها حسبة عرب، 50 البرميل 50 دولار، نعتبر انه التنكي عندنا اليوم 17.5، زيح منها صارت 17.45 قرش، زيح على عدد 20 لتر، يعني زحت منها انت نص ليرة واقل حتى بنص ليرة على التنك الوحدة. سعرها العالمي مرابحهم عليه هو 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 هو، يعني هم ايام ما كان سعر البرميل 70 كانوا حاطين 154، ولما صار سعره 50 حاطين 154، فمربحهم هو هو. اللي انخفض الاصل انه ينخفض مثلا 20 او 40 قرش على اللتر، لا هم راحوا سحبوا شله، يعني خلوا مربحهم وممكن ربحانين كمان زيادة. هاي التخفيضات اللي احنا ندور عليها، وبقول لك ثبتنا اسعار الكاز لاربع شهور، اذا ارتفع فاحنا مثبتين، ما انت ربحان فيه، انت ربحان فيه، انت بعدك ربحان فيه لليوم. وجرة الغاز هي هي ما اختلفت بعد 7 ليرات. فاحنا مشكلتنا اليوم يعني بالاسعار الهائلة، وبرجع بذكر انه احنا عندنا امكانيات والله لو نشتغل فيها بحق الله ونفكر فيها جديا اللي يغتني هالبلد لمليون سنة لقدام. هسه بقول لك هاي العراق بدأ تبعث، وفي عنا دعم من كذا، وفي عنا وفي عنا وفي عنا وفي عنا، وإحنا الأسعار بعدها على ما هي عليه، هي بس إبرمورفين لهالمواطنين لعل وعسى إن المواطن يهدى مع 2019. شيء خطاب حقيقي للمواطنين من قبل الحكومة إنه يا جماعة الخير إحنا وضعنا 1 2 3 4، وإحنا القروض اللي أخذناها والله غلط، واليوم في عنا إمكانيات في الأردن بدنا نطلعها، بدنا نستثمر في الإمكانيات. الطاقة الشمسية بدنا نستثمر فيها، طاقة الرياح بدنا نستثمر فيها، الطاقة البشرية بدنا نستثمر فيها، بدنا نرجع الفوسفات، وبدنا نرجع البوتاس، وبدنا نرجع اسمنت، وبدنا نرجع الملكية، وبدنا وبدنا وبدنا. وكل هذه الأمور بدنا تأخذ منا وقت سنة سنتين. تحملوا معنا؟ نتحمل، احنا هيك ماكلين هوا. بدنا توقفوا معنا في الضريبة، وتوقفوا معنا في كذا. قال بطلع لك وزير المالية بقول لك، قال احنا 2019 و20 ما راح نقترض. يا سلام، محلاك وانت مقترض، محلاك وانت مقترض، انت كل حياتك على القروض عايش. حكونا وقفوا معنا كمواطنين، بنوقف معكم، لكن على الحق، بنوقف معكم من نشوف شيء بعد 4 سنوات راح نشوف نهضة أردنية حقيقية زي نهضة تركية، زي نهضة سوريا اليوم بعد حرب رجعوا انتعشوا. طب احنا ما عندنا شيء، ليش بننتعش؟ ليش بنبيع؟ ليش حطينا كل شيء على البيع، رسم البيع، وبيع بيع 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 وراح وباعوها، وبالنهاية بقول لك مديونين لأنه احنا ما بنفكر صح، او ما بدنا نفكر صح، هي هاي اصح الاصفين، احنا ما بنفكر صح. طيب خبر اللي بعده، قراءات لعام 2019، تخفيض بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء، تخفيض بند أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء 6 فلسات لتصبح 12 فلسا بدلا من 18 فلسا لكل كيلو واط ساعة. برضو هاي قراءة لإبرة المورفين اللي كانت قبل أسبوعين، حكوا انه مع مطلع عام 2019 ما في شيء اسمه فرق اسعار وقود، صح؟ هاي حلقات على اليوتيوب، فوتوا عليها نشوفوا، انا حكيتها وزواتي حكتها والحكومة كلها حكتها، انه عام 2019 الاسباب كالآتي: اولا الغاز المصري
بلش يجينا، كان يجينا 25%، الآن الضخ الرسمي تبعه بعام 2019 راح يكون الشيء اللي كنا احنا معتادين عليه. ثانيا توليد الطاقة الكهربائية. ثالثا انه احنا اليوم كان في عندنا مشكلة مالية وحلت. رابعا لليوم ما نعرف كيف تنحسب. فجأة بتطلع الحكومة بتقول لك تم تخفيض البند ما مطلع السنة، احنا ما ظل بيننا وبين نهاية السنة الساعة 12، بدل ما يكون 18 فلس راح يصير 16 فلس او 12 فلس. يعني هاي اذني وهاي اذني، يعني رأس مالها تخلي المكواية خمس دقائق رجعت حليم لعادتها القديمة. يعني مش عارف شو بدي احكي. هذا الاشخاص المتفائلين في عام 2019، احنا كنا نتوقع انه انتهى فرق اسعار الوقود وكنا خايفين من بند جديد، لكن ما زالت البنود موجودة وبتدغدغ مشاعر الاردنيين. كلام الليل يمحوه النهار. اعطيني الخبر اللي بعده. اطلاق خدمة اصدار جواز السفر وتجديده الكتروني. الحكومة بتقول لك انه احنا بعام 2020 كنا ناويين نطلق شيء يتعلق بالحكومة الالكترونية اللي احنا بنحكي فيها من 2007. ف يعني بدل ما يكون عام 2020 حتى نسرع من ارجعوا لي حتى نسرع من الإجراءات خلينا إلكترونيا، فأنت بتطلع جواز سفرك إلكترونيا وبوفر عليك وقت وجهد وكذا. والله أنا يعني بحط إيدي على قلبي لما أشوف قرارات زي هيك، لأنه ما في عندنا إيش لله في البلد. بكرة بطلعوا لك فنطي الله بيعلم شو، بقول لك كنا عاملينه ب 2020 اليوم خليناه عام 2019. سنة ممتاز، إن شاء الله يمشي زي ما هم حطوا بالقرار أو كتبوا. بكرة يطلع لنا شيء جديد الله أعلم فيه، ويا ريت توصلوا للناس عبر هالفضائيات، ادفعوا لكم قرشين لهالقنوات، حطوا إعلانات كيفية التعامل إلكترونيا مع هذا الواقع. مشكلة هم بيطالبونا إحنا قنوات فضائية إنه نحكي دائما بهم الحكومة والإنجازات العظيمة، وبطلبوا منا أشياء كثيرة، لكن بلاش، ما بكلفوا خاطرهم حتى يدفعوا شيء، بالعكس بدفعوك تراخيص وبدفعوك ضريبة وبدفعوك بحطوا عليك حتى دعم يعني لمثل هذه القنوات أو توفير أو مخصصات. ما في، لا تتوقعوا يعني الحالة من بعض، ما في شيء يعني حتى لا فكر ولا، وشايفين الفنانين اللي عندنا وشايفين المسارح اللي عندنا وشايفين حتى لما يجينا فنان من برا زي الهجينين نقعد نركض عليه ننبسط، نحس العالم برا، احنا في الاردن بنحس العالم برا كله غير عنا. سبحان الله، لو يجيك مذيع لبناني هنا زفك تطلع بجيبه من المطار، مطرب كل الاردن تطلع عليه، اردني ما حدا بيحفله، لانه احنا مش واثقين في حالنا ولا ماخذين في حالنا 1%. الحمد لله رب. اي واحد بيجيهم برا هجين بنكون احنا بالنسبه له. فان شاء الله هالقرار هذا يكون قرار يعني ما فيه تبعيات، الواحد صار يخاف من ابسط الامور، صار يخاف. ابعد عن جيبتي بس عشان الله. اعطيني الخبر اللي بعد. هذا على لسان الحكومه يعني مش على لساننا احنا. الدخل السياحي يتخطى حاجز 5 مليارات دولار. أكدت وزارة السياحة والآثار أن القطاع السياحي يواصل تحقيق مزيد من المكتسبات وسط ارتفاع مستمر في مؤشرات الأداء، وأن الوزارة تمضي قدما ضمن التوجيهات الملكية ودعم مجلس الوزراء نحو تحقيق المزيد من نهضة القطاع السياحي والسعي نحو تحقيق أهدافه التنموية وأداء دوره الاقتصادي.
5 مليارات واحنا عندنا عجز بالميزانية. 5 مليارات وينها؟ 5 مليارات سياحة ممتاز، وبتدخل أكثر، بتدخل 10 مليار، 15. إسبانيا كلها قائمة على السياحة، إسبانيا كلها قائمة على السياحة، وما عندهم مواقع أثرية زي اللي عندنا، لا تاريخيا ولا عراقة ولا أصالة. بالعكس، المواقع الأثرية اللي عندهم هي من بناء المسلمين اللي كانوا عندنا، يعني المعلمين اللي عندهم غاد من جماعتنا، هم اللي راحوا بنوا لهم. ليش إسبانيا اليوم قائمة بحد ذاتها بمليارات المليارات سياحتها، وقادرة تعمل دولة قوية اقتصاديا؟ وإحنا في الأردن المواقع، جاك شيراك الرئيس الفرنسي السابق لما زار الأردن قالوا ما عايش بتدوروا أنتوا على بترول، أنتوا ليش بتدوروا على بترول وبتبحثوا عن بترول، أنتوا عندكم بترول. تفاجئوا مثلا، صار طلعوا في وجوه بعض، قالوا وين شافوها السيارة كانت طايرة، وين متى شاف البترول؟ قالوا ما هي البترة بترول، هاي البترة بترول، من عجائب الدنيا السبع قاعدنا نصوت لها بترول. هذا موقع سياحي عظيم، كل العالم بدور يزوره، بتروح في شوارع الطيبة وادي موسى والشوبك كلها محفرة وخربانة، واقع مؤلم عندهم، واقع مؤلم، بني التحتية سيئة. طب ليش يا عمي؟ إذا أقرب محيط إلها الأصل فيك لما تروح على وادي موسى وعلى الطيبة وعلى الشوبك والمناطق المحيطة في البتراء وكأنك داخل على دولة أوروبية، لأن هاي من عجائب الدنيا السبع، وهاي لازم يكون في صرف ملايين الملايين بخرة رايح. روحوا على كل المواقع السياحية اللي عندنا في الأردن وشوفوا محيطها كيف، ما بدي أحكي على المحافظة، بدي أحكي على المحيط، شوف الواقع تبعها كيف. روحوا على قلعة الكرك وشوفوا الكرك، روحوا على قلعة عجلون وشوفوا عجلون، روحوا على كل موقع سياحي بدخل ملايين على البلد، شوفوا المحيط تبعها كيف، شوفوا، تعرفوا قراءة كاملة إنه شو وضع السياحة عندنا في الأردن وليش وصلنا لهاي المرحلة من المشاكل. بقول لك 5 مليار السياحة بتدخل على البلد وفي عنا عجز، إذا ما في تخطيط المصاري هاي بتروح، هاي المصاري بتروح، ليش ما تكون يتم استثمارها بشكل حقيقي في البلد؟ أضعف الإيمان بدناش على الموازنة، حسنوا المنطقة اللي حواليها، كل محافظة أردنية فيها موقع أثري وبدخل مصاري، ليش ما يحسن في محافظته؟ مش اليوم احنا بنحكي لا مركزية وبنحكي قاعدين شبه أقاليم وبنحكي الآن كل ميزانية في منطقتها؟ الأصل فيك لما تفوت على البتراء وعوادي موسى وعلى الشوبك وكأنك فايت على يعني فرنسا، هيك هيك هيك. أنا بعرف موقع سياحي عظيم بدخل مليارات، الأصل فيه إنه يكون من أحسن المواقع، يعني لما بدك تشم هوا أو بدك سيارتك تمشي هي مرتاحة تروح على الطيبة. أنا زرت الطيبة وزرت وادي موسى وزرت الشوبك وزرت هاي المناطق، شفت المعاناة والله، إن نزلت عند عيلات من الطيبة، نزلنا بالواد على أشخاص بعدهم قاعدين بحفروا في الصخر زيهم زي الأنباط، وحافرين بيوت وبحفروا بير بنص الجبل، وبعدهم بيشربوا وبوكلوا وما بيعرفوا إنه في دولة. هذولا ملاصقين للبتراء ورا البتراء، هاي بتجيب مليارات وهذول مش لاقين يأكلوا. هاي هي التنمية. المستشار اللي جايبينه أبو 1000 دينار هذا اللي بده يطور النواحي التطويرية وبده يحارب الفقر، يحمل سيف وينزل على الفقر. عمر الخطاب حكاها، لو كان الفقر رجلا لقتلته. هنشوف مستشارنا شو بده يعمل، وين يقعد، من وين يبلش ذبح. يعني هذا جزء، هاي أخبار اليوم على فكرة، هاي أخبار اليوم جزء من القراءة لعام 2019، أخبار اليوم ما حكينا عن أخبار السنة كاملة.
نطلع لفاصل. الاستطلاع. طيب هات الاستطلاع. يا والله ما بفشلك في سردي. عشت. هذا الاستطلاع عشان عيون السردي. يدرك يسعدك. يدرك الكثير من النواب أهمية أن تكون القضايا المشمولة في العفو العام واسعة، كما يدرك المجلس أن معركته مع الحكومة حول العفو ليست صعبة. هل تتوقع أن ينجح المجلس في ذلك؟ نعم أم لا؟ 39% قالوا نعم. توقع أن المجلس إذا تكاد في المجلس واشتغلوا على قلب رجل واحد وإيد واحدة بنجحوا. ف 39% من المواطنين قالوا نعم. 61% هذول اللي معدوم الثقة بينهم بين المجلس وبين الحكومة، وهو يعني السواد الأعظم من أبناء الوطن، قالوا لا ما ظنيت وما منتوقع أنه مجلس النواب رح يحاول يغير في العفو العام. يعني هي قراءة للشارع. كان في قراءات أو تعليق على هذا الاستطلاع من قبل عدد من الأشخاص اللي عنا على صفحة صوت الشعب. أخونا ماهر أحمد، والله صار بدنا عفو عن الوقت اللي ضيعنا وإحنا ننتظر العفو، بالعربي صارت ماسخة وهرمنا. أخونا أحمد يعني الآن هو بيحكي بمنطق المواطن الأردني، بيقول لك إنه صار بدنا عفو عن الوقت اللي أنتم كل يوم بتماطلونا فيه. هذا من ضمن القراءات لعام 2019. هيك شايف المواطن الأردني. أعطوني اللي وراها. طيب أبو راشد، ما في لا معركة ولا حرب، كلها مسلسلات علشان مجلس النواب ينال ثقة الشعب والمواطن، ولا العفو جاهز ومجهز. أبو راشد عنده قراءة يعني أكبر، فقال لك لا في معركة ولا في إشي، هذه كلها مسلسلات وكلها شو قدام الناس عشان يرجعوا يحسنوا وضع مجلس النواب ويكون في ثقة بين المواطن وبين المواطن. ثقة اليوم اعطيه عفو شامل وريحه وهو ببوس عيدك من الآخر. لا تعملون أفلام ولا تودونا ولا تجيبونا، لكن حلو حلو الشو كمان في البلد. يعني نأخذ ونعطي هيك ونستنى، يعني زي اللي بيستنى طبخة قاعد بضل كل دقيقة يفتح على الطنجرة ويأكل من وراء مرته من وراء أمه، لما في الأخير ينقر الأكل كاملة في الأخير بتطلع ماسخة. ال 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 في قراءة ثالثة. راجي أبو سلطان أبو حسان، ما شاء الله. لماذا؟ لأن مجلس النواب لا يمثل إلا مصلحته الشخصية، ولا يستطيع الضغط على الحكومة إلا إذا تنازل عن تلك المصلحة. فقد المجلس ثقتنا ونحن ندرك مدى تأثير ذلك، لذلك على المجلس أولا أن يستعيد ثقة الأردن كلها. وبالشرح بهذا الموضوع، ويعني نتحدث أنه الشرح بهذا الموضوع طويل. طيب يعني هو بيحكي كلام، يعني بصراحة هو كلام كل مواطن أردني، أنه يجب على مجلس النواب اليوم أنه يعيد الثقة أكثر مع المواطنين. الموضوع سهل، أنا بالنسبة لي الموضوع سهل، شغلي واحد اليوم رأس السنة، بكرة 1/1/2019، يومين تواجدك مع قواعدك الشعبية وحديثك بكل شفافية وموضوعية ومصداقية وحديث من القلب إلى القلب، من مواطن إلى مواطن، بدون تجزئة، بدون مصلحة، بدون أي شيء ينغص هذا الحديث، والتواصل مباشرة مش على طريق التلفون وتحكي مع جماعتك اجمعوا لي وكذا، مباشرة ما راح تكلفك شيء، ما راح تكلفك شيء. واللي بده يجي يحضر يحضر، واللي ما بده يحضر بتصلوا معلومة. خطاب موجه مباشرة منك كنائب، وتحكي لهم الصراحة زي ما بتطلعوا اليوم على في مجلس النواب، بتحكوا الصراحة واسمع رأي الناس وخذ برأيهم. قالوا لك وقع وقع، ارفع ارفع، ثقة ثقة، ما في ثقة ما في ثقة، واسحب حالك، ما بتاخذ منك ساعة، واسحب حالك، ركب سيارتك كندشها وارجع روع على بيتك، وثاني يوم اطلع على المجلس وزي ما اتفقت انت وقرايبك احكي. عليم الله 3
1 عام 2019 راح ترجع ثقة المواطن الأردني مجلس النواب 1000000%. هاي الثقة خلصتها، لا بدها مستشاري ولا بدها 1000 ليرة ولا بدها قعدات ولا بدها لجان ولا فنية ولا طاولة حوار ولا قاعدة حوار ولا غدا مناسف ولا كنافة ولا مي ولا شرب ولا بيبسي. الموضوع سهل وحليناها وخلصنا سلام سلام. هاي رجعنا ثقة النائب، الناس بدها شخص تتواصل معه تحكي له وتفضفض له لا أكثر ولا أقل، ولا شو جابرهم يسمعوا صدام المجال ويتابعوا ولا يشتكوا ولا يبعث رسائل ولا يتواصل ولا يرنوا على البرنامج بس. طيب نطلع لفاصل صغير وراجعين حتى نستكمل ما تبقى من برنامج صوت الشعب. صوت الشعب، 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 صوت الشعب. رجعنا أعزائي المشاهدين بعد هذا الفصل السريع سريع سريع جدا. ما بتلحق تعطس، يعني تشرب لك شوية مي وبترجع السريع. طيب إن شاء الله الحكومة تكون سريعة قراراتها بهذه السرعة بالفواصل الإعلانية الموجودة عندنا. بدنا نروح لبعض القراءات أو بعض الرصد اللي كان لجلسة مجلس النواب اليوم. نواب زي ما حكيت قبل شوي تحدثوا بهم المواطن الأردني، والله هذا الحديث بيعمل روح جديدة، بيعمل نوع من التفاعل أكثر وأكثر. فكيف لما تحكي هذا الحكي وإنت بينهم، كيف لما تتواصل معهم وتحكي لهم مثل هذا الحكي؟ نأخذ بعض التصريحات اللي كانت اليوم تحت قبة البرلمان، نشوف أولها. النائب عطية: كنا نأمل حكومة تعتمد سياسة اقتصادية تضعنا على الطريق الصحيح. يعني النواب شايفين بهاي الحكومة بصراحة يعني جزء من أمل كان بالنسبة لهم من 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 فترة أشهر، لكن يعني بالنسبة للموضوع الاقتصادي بالتحديد فقدوا الأمل من هاي الحكومة. كانوا متوقعين أشياء مختلفة، لكن شافوا نفس المشهد اللي شافوه في الحكومات السابقة، وهذا الأمر بصراحة يعتمد على السياسات ويعتمد على القاعدة اللي بنى عليها دولة رئيس الوزراء طموحاته وآماله. لكن الخطاب الضعيف بيوصل النواب اللي هم الأقرب وعلى تماس مع الحكومة لمثل هذه التصريحات، فتصريح واضح يعني وهو حديث الشارع الأردني. التصريح اللي بعده، النائب فضيل النهار دعا رئيس الوزراء إلى وقف شعبويات الوزراء الزائفة على الفضائيات، ووصف العفو المقدم من الحكومة بأنه منزوع الدسم. ألا منزوع الدسم؟ هو مجزء منزوع الدسم، ما في دسم نهائيا، ما في أي جزء من الدسم. لكن الشعبويات المقصود فيها من بعض أصحاب المعالي على القنوات الخاصة فيهم، احنا ما بنحكي على قنواتنا، احنا في فترة من الفترات خاطبنا يعني أصحاب معالي زعلوا منا لما سألناهم عن موضوع التعديل، وزعلوا منا لما حكينا معهم عن قانون الضريبة، وبعد الحلقة يعني الله بعلم شو حكوا. بدناش نحكي بهاي الأمور، لكن هاي الشعبويات يعني هو لما يطلع وزير ويحكي ثاني يوم يطلع في قرار ب1000 دينار و2000 دينار و3000 دينار، هذا إشي بأثر يعني. زي ما بقولوها أسمع كلامك أصدقك، أشوف فعائلك أستعجب. على كل حال موضوع الشبعويات نسمعه، لكن المواطن الأردني قادر أنه يحلل ويفسر ويروح لأبعد المسافات في موضوع الأخبار أو الأحداث أو إبر المورفين اللي إحنا نأخذها دائما
وصرنا حتى نحكي عنها عادي. الناس حتى الأطفال الصغار صار يحكوا في هذه السياسات اللي منشوفها اليوم على أرض الواقع. حتى لما تشوف أصحاب معالي بتطقع، تسمع أول كلمة ما بتعجبك بتطقع عن القناة. التصريح اللي بعده، سعادة النائب صفاء المومني، الأردنيون لم يعد لديهم جيوب. يعني ممكن هذا استثمار جديد في موضوع البطلونات. ممكن خلو ما بعرف ليش 4 جيف في البطلون ومعك جزدان كمان، خلاص لازم احنا في الأردن جيب واحدة. الثلاثة هذولك مخالفة عليهم إذا كان معك، تخيل أنت ماشي جيب واحدة معك ويدوب تقدر تحط فيها شيء. المواطن الأردني اليوم يفتقد لأبسط الأمور اللي ممكن تعيشه بكرامة، والكرامة هي أهم شيء يبحث عنه المواطن الأردني. الكرامة موجودة لكن في بعض المنغصات اللي بتأثر علينا كمواطنين وصلتنا لهذه المرحلة. وضع اقتصادي سيء، أجور ضعيفة جدا، ما في سياسة حقيقية، خطط معدومة، كل شيء وقتي، ما في شيء له بعد. الخطط 50 والـ20 انتهت وزادت 5 و10 وما شفنا شيء على الأرض الواقع ولا راح نشوف شيء. فاللي متمناه هو صناعة الأمل للمواطن الأردني بالخطط. ويستحق المواطن الأردني أنه يكون هناك خطط تتناسب مع طموحه. وطموح المواطن بسيطة جدا، طموح الناس تفطر تتغدى تتعشى ويحافظوا على بلدهم. حرمتوهم من الفطور وحرمتوهم من الغداء، صف عندهم العشاء، لا تحرموهم. قبل ما نختم حلقتنا اليوم مع نهاية السنة وذا الخبر، أرجع يعني أعيد المشهد. طيب أنت بصفتك كمان مخرج مسلسلات يعني، ما أنا كنت عامل رياكشن قوي. طيب أرجع لعد قبل في معلومات أعطونا اللي في آخر واحد. يلا، النائب محمد الظهراوي للرزاز، من حقك تعرف أنه أولادنا بروحوا للمدارس بدون مصروف. حقك تعرف انه هناك مواطنين بغسلوا كلى بالنهار وبغسلوا سياراتهم بالليل من اجل العيش. حقك تعرف انه كل الشعب بعرف انك بتعرف، انا بعرف انه بعرف، وكلياتنا بنعرف انه بعرف. يعني احنا كيف عرفنا وهو ما بعرف؟ حلوة هاي الهاشتاج هذا تبع حقك تعرف، و تأكدوا وما تأكدوا طالعين لي بسلافة جديدة، وكأنه يعني الناس بتدور دوارة بس على هاشتاقات. شافوا الناس بتعمل هاشتاق قال لك هاشتاق حقك تعرف. ما عرفنا أشياء، ولو نبعث لكم الأشياء اللي بدنا نعرفها ما راح تعطوني إياها، فخليكم على الإشاعات والشغلات العادية وانبسطوا فيها. أنا حقي أعرف مثلا ليش دولة رئيس الوزراء دخل على النقابات، مجمع النقابات من الباب الخلفي ما دخل من الباب الأمامي، كلنا عارفين. طيب إيش أحكي في هذا الموضوع؟ لكن حقنا نعرف اليوم أن المواطن الأردني يحتاج حكومة حقيقية تلبي طموح المواطنين في كل مكان. نحتاج أشخاص قلبهم على البلد لا أكثر ولا أقل، هذا اللي إحنا اليوم نحتاجه في وطننا. حقنا نعرف مصارينا وين بتروح، حقنا نعرف استثماراتنا ليش هيك صاير فيها، حقنا نعرف ثرواتنا وين راحت، حقنا نعرف ليش إحنا هيك اليوم، حقنا نعرف بلدنا وين رايحة بس، والباقي عندكم. نرجع للمشهد اللي قبل شوي. مع نهاية عام 2018 يعني حبينا نختم الموضوع بابتسامة، وهاي الابتسامة يعني بعيدة عن الشد الأعصاب اللي أنا بصراحة أخذ حبوب في الليل من وراء من كثر ما بنقرأ قاعدين ونشوف الوضع السيء. بعام 2018 ومع اقترابنا لعام 2019 ساعات، نحكيكم كل عام انتم بألف خير، مجموعة من الشباب حبوا يحتفلوا بهذا العيد على الطريقة الأردنية. بدنا نشوف الفيديو وبعدها أرجع أعلق عليه عشان نختم حلقتنا اليوم من برنامج صوت الشعب. أنا حلوة يا جميل، ساعة
سنة حلوة يا جميل سنة حلوة تدعور ما يربوع وتزعور يطوي يعني هم ها كانوا خاشين في المود جماعة بس لما حسوا في الواقع صاروا يهجروا صار واحد يهاجن يا مرتشي على السيف سيفك جرحني ما في قد ما نحاول نطلع بنرجع ان شاء الله تكون سنة سعيدة ان شاء الله تكون سنة غير عام 2019 ينعف فيها المواطن الاردني انا تعبت قد ما سولفت كل سنة بسولف نفس السواليف لكن يعني الشيء اللي نبحث عنه في هذا البرنامج بالتحديد برنامج صوت الشعب إن شاء الله بانطلاقته الجديدة معكم راح يكون بشكل مختلف راح نبحث قدر الإمكان أن نكون إحنا وياكم في حديث في واقع نرسم فيه واقعنا ونكون معكم في كل مكان بكوادرنا بأشخاصنا صفحة صوت الشعب هي صفحتكم تقدروا تتواصلوا معنا عليها ونتواصل إحنا وياكم أكيد بمختلف الأوقات بعيدا عن وقت البرنامج ووقت البرنامج إن شاء الله راح يكون فيه أشياء يعني تتناسب مع الطموح والطرح والحديث راح نكون معكم الأحد والثلاثاء والخميس يعني يوم الاثنين والأربعاء ما في حلقات حتى نقدر نرصد ونأخذ أكبر كم من المعلومات ونتواصل مع أكبر عدد ممكن من أبناء الوطن تحية لكم تحية لكل شخص بيشاهدنا وبيتابعنا وإن شاء الله نكون عند حسن الظن دائما ونكون عند ثقتكم الكبيرة اللي أعطيتونا إياها وحطيتهم أكيد بأعناقنا أمانة كبيرة حتى نوصل المعلومة وإن شاء الله بعام 2018 كون وصلنا معلومة حقيقية بنفس المواطن وبصوت الشعب الأردني هذا الشعب الذي يستحق الاحترام والتقدير والعيش بكرامة تحية لكم وتحية مني ومن كادر العمل ممثلا بالمخرج والمصورين والمونتاج والإدارة الفنية كاملة وإدارة القناة لكل مواطن ونحكي لكم كل عام وأنتم بألف خير مني أنا صدام المجالي ومن صوت الشعب إن شاء الله تنعموا دائما بالخير والمحبة والسلام تحية لكم وإلى اللقاء.